بصفتي رئيس جمعية المحامين شباب الدار البيضاء، أولا لبينا النداء الدعوة اللي وجهتها جمعية المحامين شباب بني ملال وكذلك فيدرالي جمعية المحامين شباب المغرب حول الحضور بجانب الزملاء ديالنا اللي بني ملال اللي مستمر الوضعية ديال منعهم من ولوج المحاكم بعلات الإدلاء بجواز التلقيح. يعني الحضور ديالنا اليوم هو تأكيد المواقف الثابتة ديال الإطارات المهنية ومختلف المحامون بالمغرب على أن مسألة ربط ولوج المرفق العدالة بجواز التلقيح هو أمر مخالف لمختلف المواثيق الدولية والدستور ويضرب بعمق الحق في التقاضي والحق في الولوج المستنير إلى العدالة. وبالتالي احنا اليوم تنقولوا للجميع ان المحاماه هي جسم واحد، ما يهمه مهنه المحاماه في بني ملال يهمها في سائر ربوع الوطن. منع محامي واحد في ربوع الوطن من ولوج المحكمه فهو بمثابه منع جميع الزملاء. تنشبتوا اليوم في الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت صبيحه اليوم بان ربط الولوج الى القضاء بالادلاء بجواز تلقيح جاء بناء على دورية ثلاثية من وزير العدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة دون استحضار ما هو أرقى من تلك الدورية اللي هو الدستور المملكة اللي هو تلك المواثيق الدولية اللي مصادق عليها المغرب.